بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم في درس جديد من أكاديمية الماتلاب للمهندسين. سنبدأ في هذا الدرس بالتعرف على الشركات الأتومية، حيث سنبدأ بشرح نظري مبسط لأهم المفاهيم الأساسية في الشركات الأتومية (Neural Network). سنتعرف على أنواع رئيسية للشركات الأتومية: التدريب الإشرافي والتدريب الإشرافي، أو ما يسمى Supervised Learning and Unsupervised Learning. سنقوم بدراسة Supervised Learning، والتي هي كما هو معلوم للجميع على نوعين بشكل أساسي: Regression، أو ما يسمى التدريب الرجعي بالاعتماد على القيم تم الحصول عليها من تجارب سابقة، أو Classification، أو ما يسمى التدريب المصنف. سنقوم بشرح موجز لكلا الطريقتين، وبعد ذلك سنقوم بتطبيق مشروع بسيط في التحكم الإشرافي الرجعي، أو ما يسمى Regression Learning. سنقوم بالبدء في هذا في أربع دروس تقريبا بتنفيذ المشروع، وسنتابع تنفيذه في المستوى القادم إن شاء الله في الواجهات الرقمية. تعالوا سنقوم بالتحديد بدراسة شبكة عصبونية خطية بمتغير واحد. قبل البدء بذلك سأقوم بشرح مجموعة من المفاهيم الأساسية لازم معرفتها حول الشبكات العصبونية. تقسم خوارزميات تدريب الشبكة العصبونية إلى نوعين. النوع الأول هو تدريب الشبكة الإشرافي، ما يسمى Supervised Learning. في هذا النوع تكون النتيجة معلومة، أي نتيجة التدريب النتائج التي نحصل عليها في الخارج تكون معلومة قبل البدء بتدريب الشبكة. وهذا النوع من التدريب له نوعين. النوع الأول وهو الرجعي regression، والذي يقوم بالاعتماد على نتائج تم الحصول عليها في تجارب سابقة. أما النوع الثاني فهو النوع المصنف classification، وهنا يتم تصنيف البيانات لنوعين أو أكثر، حيث عادة يكون التصنيف في بعض الحالات رقمي، فمثلا يتم التصنيف على أن تكون القيم 0 1 2 3 إلى آخره. وفي أغلب في عدد كبير من الحالات يتم استخدام أبسط طريقة، وهي classification، أي تصنيف 0 1. أما النوع الثاني هو تدريب الشبكة غير الإشرافي unsupervised learning. يختلف هذا النوع عن تدريب الشبكة الإشرافي في أن النتيجة لا تكون معلومة، وتقوم الشبكة من خلال تدريبها بإعطاء نتائج في خارج الشبكة. فلو أخذنا على سبيل المثال شبكة عصبونية من أجل لتحديد سعر منزل، أسعار المنازل، فالعلاقة هي بين مساحة المنزل سايز في المربع بالواحدة في التربيع، وسعر المنزل بآلاف الدولارات كما هو مبين. هذه القيم تم الحصول عليها من تجارب سابقة تم تنفيذها، وتم رسم هذه القيم في الماتلاب بالاعتماد على النتائج السابقة. يمكننا باستخدام نظرية regression learning في التحكم الإشرافي، وبالاعتماد على شبكة عصبونية خطية بمتغير واحد، من الحصول على المنحني الخطي وهو المبين أمامنا، والذي سيساعدنا على تحديد أسعار المنازل بشكل دقيق. سوف ندرس كيفية الحصول على هذا الخط وما هي الخوارزمية اللازمة فيما يلي. وكما ذكرت، فإنه في التحكم الإشرافي الرجعي يتم الحصول على قيم حقيقية متوقعة في الخارج، أي القيم تكون حقيقية
ومتوقعة، لدي قيم متوقعة الحصول عليها، على عكس التحكم غير الإشرافي الذي لا يكون هناك أي قيم متوقعة للحصول عليها. هذا بالنسبة للتحكم الإشرافي الرجعي، يتم الحصول على قيم حقيقية. أما في التحكم الإشرافي المصنف، يتم الحصول على قيم متقطعة في الخارج، كما ذكرت 0 1 2 تكون قيم متقطعة. هنا كما نلاحظ، هذا المثال الذي قمت بطرحه يتعلق بالتحكم regression learning، أي التدريب الإشرافي الرجعي. هنا بعد تدريب الشبكة والحصول على المنحني الخطي، نلاحظ سوف أحصل على قيم حقيقية. فلو أردت منزل مساحة 1250 فيت مربع، لو أردت منزل مساحة 1250 فيت للتربيع، نلاحظ بالاعتماد على المنحني سأحصل على سعر المنزل. هذه القيم الرجعية يتم عادة طرحها بجداول تسمى مجموعة التدريب. فمجموعة التدريب تحتوي على العلاقة ما بين بيانات دخل الشبكة العصبونية وخارجها. فهنا لدي دخل الشبكة هو مساحة المنزل size m feet square، ومساحة المنزل وهو x. نلاحظ لدي مجموعة من القيم التي تم الحصول عليها في تجارب سابقة، وفي الخارج لدي سعر المنزل، أيضا مجموعة من القيم تم الحصول عليها في تجارب سابقة. يسمى هذا الجدول مجموعة التدريب. هنا لدي المثال بمتغير واحد وهو حجم المنزل. لو كان لدي بارامترات أخرى تحدد السعر، طبعا هذه البارامترات ستكون في الداخل، وسيتم إضافتها لهذه المجموعة. مثلا هنا تم تحديد دخل فقط مساحة المنزل. في شبكات عند تدريب نماذج أخرى، من الممكن أن يكون لدي الدخل هو مساحة المنزل وموقعه الجغرافي، أو مساحة المنزل وعدد الغرف، أو في أي طابق هو موجود في المبنى. حيث لدي M عدد أمثلة التدريب، نلاحظ هنا الأمثلة المبينة لدي 4، ولكن هي غير منتهية لدي المزيد. فM هي عدد أمثلة التدريب، نلاحظ كل بارامتر داخل لديه بارامتر خارج، وهو يعد مثال تدريب. هنا لدي 1 2 3 4. X متغير الدخل، مواصفات كما ذكرت ممكن تكون مساحة منزل أو موقعه في المبنى في أي طابق يقع، أو موقعه الجغرافي في أي منطقة إلى آخره. وY متغير الخارج، وهو الهدف الذي نريد الحصول عليه ونريد معرفته من خلال تدريب الشبكة العصبونية. يمكن استدعاء عناصر هذا الجدول من خلال موقعها يتم تخزينها كمصفوفة يمكن استدعائها. فمثلا لو أردت استدعاء القيمة الأولى من بارامتر الدخل size in feet square، يمكن كتابة x1 وسيحصل على القيمة، وكذلك x2، وبالمثل من أجل الخارج y3 سيكون size 315. يتم عادة تمثيل النموذج من خلال البدء بالاعتماد على مجموعة التدريب، وهو الجدول الذي يحوي على بارامترات سابقة تم الحصول عليها، تحوي بارامترات الدخل وبارامترات الخارج. ويتم بعد ذلك تطبيق خوارزمية التدريب بالاعتماد على فرضية النقاش، حيث أن فرضية النقاش يتم تحديدها بناء على مجموعة التدريب. فلو كان لدي مثلا بارامتر دخل وحيد، فتكون لدي شبكة خطية بمتغير واحد. لو كان لدي بارامترين دخل، فتكون لدي شبكة خطية بمتغيرين. كل ذلك يحدده النظام المدروس. فمثلا في المثال الذي قمت بعرضه، هذا المثال، هنا لدي
مساحة المنزل هي الدخل، ولدي الخارج هو السعر المتوقع للمنزل. كيف يتم تمثيل الفرضية؟ يتم تمثيل الفرضية بمعادلة من الدرجة الأولى كما هو موضح. اتش تيتا اكس كتابع ل اكس، و اكس كما ذكرت هو بارامتر الدخل، تيتا صفر زائد تيتا واحد ب اكس، حيث تيتا صفر و تيتا واحد هي بارامترات المعادلة التي يعتمد خرج النظام على قيمها. فمثلا لو أخذنا مجموعة من الأمثلة هنا، يتم اختيار قيم تيتا واحد وتيتا اثنين بحيث أحصل على أصغر قيمة للخطأ. فهنا اتش اكس تساوي تيتا صفر زائد تيتا واحد بإكس، يتم اختيار قيمتي تيتا واحد وتيتا اثنين بحيث أحصل على أصغر قيمة للخطأ. فكما هو موضح لدي في الشكل المبين أمامنا، لدي في الشكل الأول قيمة تيتا صفر تساوي واحد ونصف، بينما قيمة تيتا واحد تساوي الصفر. من أجل ذلك حصلت على خط موازي للمحور الأفقي، المحور إكس. بينما في الحالة الثانية لدي قيم لدي قيمة تيتا صفر تساوي الصفر، بينما تيتا واحد لا تساوي الصفر. نلاحظ حصلت على منحني الخطي المبين أمامنا باللون الأخضر. بينما في الحالة الثالثة لدي تيتا صفر وتيتا واحد لديها قيم، وبالتالي سأحصل على المنحني الخطي المستقيم والذي هو منحني خطي المبين أمامنا. ستبدأ من القيمة واحد والتي هي قيمة تيتا صفر، وتنتهي حسب قيم المعادلة حسب قيم تيتا صفر وتيتا واحد. بالطبع هناك قيم لإكس والبارامتر الدخل هي التي تحدد مسار هذا المستقيم أو المنحني الخطي، حيث يتم اختيار قيمتي تيتا واحد وتيتا صفر بحيث تكون قيمة المعادلة جي تيتا صفر تيتا واحد، وهي معادلة الخطأ. هذه المعادلة تمثل تابع الخطأ، والتي هي واحد على اثنين ام بمجموع من اي تساوي الواحد للام، وكما ذكرت ام هي عدد أمثلة تدريب الشبكة. ب h تيتا اكس اي كما هنا موضح، h تيتا اكس تساوي تيتا صفر زائد تيتا واحد ب x، بالاعتماد على قيم x، قيمة x عند أول مثال، عند ثاني مثال، عند ثالث مثال، سيتم حساب قيمة h. أيضا لدي قيم تيتا واحد وتيتا صفر ستكون معلومة. سيتم طرح هذه القيم من سيتم طرح قيمة الخرج المتوقع عفوا سيتم طرح قيمة الخرج الذي يتم الحصول عليه من جدول التدريب، جداول التدريب أو جداول الأمثلة، وسأحصل على قيمة للخطأ. هذه القيمة أسعى إلى تصغيرها من خلال تصغير قيمة تابع الخطأ. هذا التابع يمكنني تصغير قيمه بشكل مستمر من خلال تعديل قيمتي تيتا صفر وتيتا واحد. فكما هو موضح بالشكل، لدي عدة قيم تم الحصول عليها من تجارب سابقة لبرامتر الدخل X وبرامتر الخارج Y. هذه القيم بعد تدريب الشبكة حصلت على منحني خطي. هذا المنحني يتم الحصول عليه من خلال تغيير قيم تيتا واحد وتيتا صفر، حيث يتم كما أوضحت يتم اختيار قيم تيتا واحد وتيتا صفر بحيث نحصل على أصغر قيمة لجي تيتا صفر تيتا واحد. جي هو تابع لتيتا صفر وتيتا واحد، وبالتالي يجب اختيار القيم بحيث تكون قريبة من قيمة الخرج واي اي، حيث كلما كانت القيم أقرب، حيث كلما كانت قيمة h أقرب من قيمة y كان الخطأ أصغر. لاحظوا عند كل تنفيذ للمثال، أي لو عندما i
عندما x واحد و y واحد يتم أخذ مجموع لكافة الأمثلة. فمثلا x واحد ناقص y واحد سيتم حساب h من هذه المعادلة، وسيتم أخذ المجموع من أجل كافة الأمثلة من i تساوي واحد حتى m تساوي قيمة ما، وتمثل عدد الأمثلة التدريب التي تم الحصول عليها كما ذكرت من تجارب سابقة. دعوني أوضح بعض الملاحظات الهامة. المنحني الخطي المستقيم يبين منحني خطي تعطى معادلته h تيتا x تساوي 50 زائد 0.06 bx. يتم رسم هذا يتم تمثيل هذه المعادلة في الفضاء ثلاثي البعد بالشكل المبين، حيث أن المحور الأول يمثل تيتا واحد والمحور الثاني يمثل تيتا صفر، والمحور الارتفاع أو المحور زد يمثل ج تيتا صفر تيتا واحد، حيث ج تيتا صفر تيتا واحد تمثل تابع الخطأ الذي نسعى إلى تصغير قيمته. فمثلا لو كان في البداية عند أول تدريب للشبكة تكون النقطة التي هي باللون الأحمر كما هو مبين، تكون النقطة كما هو مبين باللون الأحمر تقع في منطقة ما في المنحني العلاقة ما بين تيتا صفر وتيتا واحد. لاحظوا في كل دائرة من هذه الدوائر المبينة تكون قيمة الخطأ ثابتة، فالمسار على نفس الدائرة مهما تغيرت قيمتي تيتا واحد وتيتا اثنين ستبقى محافظة على قيم ثابتة. نسعى إلى الوصول إلى مركز هذه الدوائر، حيث عند المركز ستكون قيم الخطأ أو قيمة الخطأ أصغر ما يمكن، وبالتالي سأحصل من خلال الشبكة العصبونية على أفضل خارج متوقع. في البداية تكون النقطة عند كما هو مبين عند النقطة الحمراء، في هذه النقطة تكون قيمة تيتا صفر مساوية ل 800 وقيمة تيتا واحد تساوي ناقص 0.15، حيث المنحى الخطي الذي سأحصل عليه بالاعتماد على هذه النقطة كما هو مبين باللون الأزرق في الشكل المبين في يسار الصفحة. نلاحظ أن الشكل غير مطابق أبدا، نسبة الخطأ كبيرة جدا للبيانات المطروحة المعطاة. بعد تدريب الشبكة نلاحظ لقد اقتربت النقطة من المركز. نتيجة هذا التقارب تم تصحيح المنحني الخطي وتم تغيير القيم تيتا واحد وتيتا صفر، حيث قيمة تيتا صفر تساوي 302 وقيمة تيتا واحد تساوي صفر، وبالتالي حصلت على منحني أفضل من المنحني السابق. بعد أن تقاربت النقطة من المركز بشكل كبير نلاحظ أن المنحني الخطي الذي حصلت عليه الخط المبين باللون الأزرق أصبح مطابق للبيانات المعطاة، وهي الخطوط وهي الإكسات باللون الأحمر تمثل البيانات الرجعية التي تم الحصول عليها من تجارب سابقة. وبهذه الطريقة استطعت تدريب الشبكة بحيث حصلت على خطأ أصغر وبالتالي بيانات أفضل وشبكة عصبونية تعطي نتائج جيدة. وبالتالي فإن خطوات العمل يمكن تلخيصها بأربع خطوات. لدي بداية الفرضية التي أريد الاعتماد عليها والتي هي h تساوي تيتا صفر زائد تيتا واحد بx، x وهو بارامتر الدخل الوحيد لدي، من الممكن أن يكون لدي أكثر من بارامتر دخل وبالتالي سيكون نظام أكثر تعقيدا، وبالتالي من خلال ذلك يمكن إجراء شبكة عصبونية خطية بمتغير واحد. لدي بارامترات هذه الشبكة تيتا صفر وتيتا واحد،
لدي تبع الخطأ كما ذكرت تجاه تيتا صفر تيتا واحد ساوي واحد على اثنين ام بمجموع من اي تساوي الواحد حتى ام اتش تيتا اكس اي ناقص واي اي للتربيع. عند كل قيمة لـ x i و y i يتم أخذ كافة الأمثلة وإيجاد المجموع ومن ثم حساب قيمة الخطأ. نهدف في هذه العملية إلى الحصول على أصغر قيمة الخطأ أي تصغير قيمة الخطأ j تيتا صفر تيتا واحد. من المفترض أن يتم العمل بحيث يتم حساب الخطأ في كل خطوة. نسعى دوما لتقليل قيمة الخطأ والحصول على أقل قيمة ممكنة. يتم البدء بقيم افتراضية لتيتا صفر وتيتا واحد. يتم العمل على تعديل قيم تيتا واحد وتيتا اثنين بحيث يتم الحصول على أصغر قيمة للخطأ وذلك حتى ننتهي بأصغر قيمة ممكنة للخطأ. خوارزمية التدرج. من أجل الحصول على أصغر قيمة للخطأ في الشبكة العصبونية يتم تكرار حساب قيمتي تيتا واحد وتيتا اثنين حتى تلتقي النقطتان. يتم حساب هاتين القيمتين بالاعتماد على المعادلة المبينة أمامنا. تيتا جي تساوي تيتا جي ناقص ألفا بمشتق تيتا جي بمشتق جي تيتا صفر تيتا جي بالنسبة لتيتا جي أي مشتق جذري. وبالطبع لدي تيتا صفر وتيتا واحد نتيجة لوجود بارامتر واحد للدخل أي شبكة خطية متغير واحد، وبالتالي لدي قيمتين لجي جي تساوي صفر وجي تساوي الواحد. يتم حسابها القيمتين حتى تلتقيان في أقرب نقطة. فهنا من أجل تيتا صفر نلاحظ عند حساب القيم وصلت إلى النقطة المبينة عند الجزء الأحمر من المنحني، وكذلك عند حساب قيمة تيتا واحد أيضا وصلت النقطة إلى نقطة مقاربة للنقطة المساوية لتيتا صفر. هنا يمكنني التوقف في حساب قيم تيتا صفر وتيتا واحد نتيجة تقارب القيمتين. نلاحظ نستطيع اكتشاف هذا التقارب من خلال الخطأ وكذلك من خلال قيمتي تيتا صفر وتيتا واحد. يتم حساب قيمتي تيتا صفر وتيتا واحد ككتلة واحدة أي مباشرة. يتم حساب تيتا صفر وتيتا واحد لا يمكنني حساب كل من حساب الأولى ومن ثم حساب الثانية، حيث يتم تخزين تيتا صفر في متغير تم temporary تم 0 تساوي تيتا صفر تيتا 0 ناقص ألفا بالمشتق الجذري بالنسبة لتيتا 0، وكذلك يتم مباشرة حساب تيتا 1 ومن ثم يتم إسناد القيمتين إلى تيتا صفر وتيتا 1. يتم حساب القيمتين معا في وقت واحد. من الخطأ حساب تيتا 0 ومن ثم إسنادها إلى تيتا 0 مباشرة ومن ثم حساب تيتا 1، وذلك لأن هناك علاقة مع وذلك أن هناك علاقة ما بين قيمة تيتا 0 وتيتا 1. يجب عند نفس المثال أي عند المثال العاشر مثلا حساب قيمتي تيتا 0 وتيتا 1 والانتقال إلى المثال التالي. نلخص ما قمت بشرحه. النموذج الرياضي وهو المعادلة الخطية الممثلة للنظام المدروس h تيتا x تساوي تيتا صفر زائد تيتا واحد ب x j تيتا صفر تيتا واحد تساوي واحد على اتنين m بالمجموع من i تساوي الواحد حتى m وهو عدد أمثلة التدريب ب h تيتا x i ناقص y i للتربيع. وكما ذكرت نسعى للحصول على أصغر قيمة للخطأ. خوارزمية التدرج. تيتا جي تساوي تيتا جي ناقص ألفا بالمشتق جي تيتا صفر تيتا واحد بالنسبة لتيتا جي من أجل قيمتين لجي جي تساوي صفر وجي تساوي الواحد. عندما يكون لدي أكثر من بارامتر دخل أي عندما يكون لدي شبكة خطية بأكثر من متغير واحد بمتغيرين بثلاث متغيرات عندها تكون قيم جي تساوي اثنين جي تساوي ثلاثة جي تساوي أربعة بالاعتماد على عدد بارامترات الدخل. وبالتالي سوف نسعى
للحصول على أفضل شبكة عصبونية من خلال تدريبها بتعديل قيمتي تلتا صفر وتلتا واحد. فعند البداية ستكون النقط كما هو مبين، سأحصل على المحيل الخطي المبين أمامي، نلاحظ أنه غير متطابق أبدا مع البيانات المعطاة، ونسبة الخطأ تكون كبيرة نتيجة تدريب الشبكة. سأحصل على منحني خطي أفضل من سابقه نتيجة تدريبها أيضا، سأحصل على منحني أفضل، ومن ثم سأحصل على منحني أفضل. لاحظوا كلما تقاربت من المركز يتم الحصول على منحني خطي أفضل ومطابق للبيانات التي لدي وبنسبة خطأ أقل. سأتابع الحساب حتى أصل إلى المركز، عندها سيتم الحصول على أفضل منحني خطي ممثل للشبكة العصبونية التي قمت بتدريبها. سنتعلم إن شاء الله، سنلاحظ كيف يمكننا القيام بذلك في الماتلاب.